ابتدي. نفس المجهود الطلبه دول لكن الشباب بتوعنا في المستقبل براعم بتوعنا بتوع المرحله الابتدائيه انهم يحافظوا على ذات المستوى العلمي اللي تقدموا به وجابوا الدرجات النهائيه النهارده اللي حضرتك تشهد تكرمهم. فالحفاظ على ذلك المستوى وفي نفس الوقت بطالب برضه الادارات التعليميه ومديريه التربيه والتعليم وكافه المدرسين والمدرسات انهم يرتقوا بمستوى الاداء بالنسبه للطلبه والطالبات عشان يحافظوا على ذلك المستوى ويطلعوا لنا طالب او طالبات نابغين في كافه المجالات ان شاء الله. وده اللي خلينا نسحك مع المحافظ احتضان اولي الامر لهؤلاء الطلبه المتفوقين انعكاسه ده على الطلبه بشكل عام وايضا على العمليه التعليميه بما ان احنا محتاجين دلوقتي كوادر في المستقبل انها ان شاء الله تستكمل البصيره. واولياء الامور طبعا دليل على النتائج دي اكيد محتوين اولادهم سواء بنين او بنات فبيلقى الضوء برضه بنرجع تاني ان احنا للمدرسين ومدرسات واداره المدارس الادارات التعليميه انها تحتضن هؤلاء الطلبه والطلبات على نفس المستوى ويدوهم العلم بتاعهم ويهتموا بهم ويرتقوا بادائهم ان شاء الله في المستقبل. وجود حضرتك النهارده شخصيا حابب تقول للطلبه يا فندم ان انت بتكرمهم النهارده. الف مبروك وان شاء الله تمنياتي في الشهاده الاعداديه يكون على نفس الدرجه باذن الله ان شاء الله. شكرا. يسعدنا جميعا أن نحتفل اليوم بأبنائنا وبناتنا طلاب محافظة الجيزة فأهلا ومرحبا بكم جميعا. أهلا بالسادة الضيوف سيد اللواء دكتور محافظ الجيزة وجميع ضيوف الحفل الكرام. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نرسل كل الشكر والعرفان للقيادة الفعالة وجميع الزملاء الذين وقفوا جنبا إلى جنب للوصول بالمحافظة لأعلى مستوى وتطوير العملية التعليمية فالكل يعمل من أجل النجاح. والآن مع كلمة الدكتورة بوسينة عبد الله محمد كشك فلتتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. سيد معالي لواء محافظ الجيزه لواء محمد كمال الدالي اهلا ومرحبا بزيادتكم معنا اليوم فهو شرف لنا كبير ان تكرم ابنائنا المتفوقين. معالي النائب معالي المحافظ الدكتوره منى العوض اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا بنشكر كل اولياء الامور وانا مش هطول في الكلمه. معالي المحافظ ان شاء الله بيقول كلمته بعد ما يكرم ولادنا لان معاليه مرتبط بارتباطات كتيره جدا. لكن انا هقول معالي المحافظ امر بتكريم ولادنا تكريم يليق بهم ويا رب نكون عند حسن ظن معاليه. غير التكريم اللي ولادنا ياخدوه النهارده معالي المحافظ امر باستمرارا لهذا التكريم وحتى نضمن الحفاظ على تفوق هؤلاء الابناء ان شاء الله ابنائنا بامر معالي المحافظ العام القادم في المرحله الاعداديه جميعا في المجموعات الدراسيه مجانا. فبنشكر سيادته. وكمان ال 51 طالب العرسان والعرايس النهارده اولادنا هيكون اشتراكهم في الرحلات المدرسيه
داخل مدارسهم مجانا العام القادم ان شاء الله، وده هيخليهم ان هم يستمروا في التفوق. فشكرا لمعالي المحافظ، ونبدا تكريم اولادنا وان شاء الله بعد تكريمهم هنشرف بكلمه معالي المحافظ. الف اسم. والان مع تكريم ابنائنا الذين حصلوا على الدرجات العليا والعشر الاوائل، الطالب ادم عماد الدين شمال الجيزه. الطالب الذي حصل على المركز الثاني، الطالبة رضينا حافظ عبد الفتاح، إدارة العمرانية. طالبة هبة هاني شاكر حسن، ربيع النور، إدارة جنوب الجيزة. الطالبة منة الله مهدي، إدارة العياض. الطالب إسلام نبيل سعداوي، إدارة جنوب الجيزة. الطالبة منة الله عصام إمام، إدارة دولاب. الطالب يوسف ممدوح أحمد، البدرشين. هبة محمد سيد حسين، إدارة الصف. الطالبة حبيبة أحمد مصطفى، شمال. الطالب مصطفى أسامة محمد، إدارة العياض. الطالب مريم محمد عشري، إدارة العمرانية. الطالبة مريم محمد عشري، إدارة العمرانية. الطالب أحمد أمجد حسن، إدارة الشمسية. الطالب مروان محمد فوزي، إدارة العمرانية. فألف شكر لمعالي المحافظ، ألف شكر. والآن نشتاق جميعا لنستمع إلى كلمة من معالي محافظ الجيزة، معالي اللواء راعي التعليم في الجيزة محمد كمال الجالي. أهلا وسهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بحضراتكم جميعا.
ألف مبروك لأبنائنا الطلبة والطلبات المتفوقين. أنا سعيد جدا بالعدد اللي جابوا الدرجات النهائية السنة دي، 51 طالب وطالبة. إن شاء الله ربنا يوفقكم كده وتستمروا على هذا التفوق. عندنا المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعة. السنة دي احنا عندنا 51 أتمنى السنة الجاية دكتورة والابتدائية 100 والإعدادية نفس العدد يعني إن شاء الله يعني. يعني العدد ده اللي هم 51 أتضاعف في الإعدادية بإذن الله. لنا دور طبعا مجهود أولادنا بلا شك، إن المدرسين والمدرسات وإدارة المدارس اللي بينتمي لها الطلبة والطالبات، الإدارات التعليمية، مديرية التربية والتعليم بالجيزة ليهم دور في ذلك. أولياء الأمور وليهم دور الأول. أحبكم الحق وحضراتكم كلكم موجودين. أتمنى إن إحنا نحافظ على أولادنا في هذا المستوى العلمي المتقدم وننمي تلك الموهبة عند أولادكم بإذن الله. إن شاء الله ربنا يقويكم وحاجة جميلة تفرح. فأتمنى من الله عز وجل إنكم تحافظوا على المستوى العلمي بتاع الأولاد وتنموا. وبلا شك طبعا في قدرات خاصة لدى البعض منهم، في طلبة وطلبات نابغين. أنا لسه جايين دلوقتي من مدرسة مصر وغد في احتفالية لذوي القدرات الخاصة، أنا بسميها كده ما بسميهاش ذوي الاحتياجات الخاصة، في المدرسة. ودي من أول المدارس عندنا في الجيزة اللي تبنت الأولاد دي، وفي جزء منهم بلا شك نابغ في مجالات شتى في على مدار سنوات طويلة يعني، جزء منهم اتخرج وجزء منهم لسه في الدراسة. أتمنى أن أولياء الأمور يهتموا بأبنائهم وينموا فيهم تلك الموهبة اللي ربنا أعطاها لهم كده ومجهودهم طبعا بلا شك طوال العام ووصلهم ويجيبوا الدرجة النهائية 300 من 300 في المرحلة الابتدائية. أتمنى في الإعدادية بإذن الله 51 دول يتجاوزوا 100 طالب بإذن الله ومزيدا من التفوق. جزيل الشكر للدكتورة حسينة كشف وزير الوزارة مدير مدرسة التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية. أعتقد الجيزة كلها ممثلة، الأحياء والمراكز والمدن والإدارات التعليمية كلها من الشمال للجنوب الغرب والوسط، كل الإدارات التعليمية منها هؤلاء الطلبة والطلبات. بشكرك يا أولاد وألف مبروك وربنا يوفقكم. بس سمعت الصوت عنه بعد العناء والتعب أن يحصلوا أعلى الدرجات. إنها صورة مشرفة، إنها صورة مشرفة أن تجمع بين القيادات التعليمية وبين القيادات التنفيذية في محافظة الجيزة، صورة السيد اللواء محافظ الجيزة والدكتورة حسينة عبد الله كشك وكيل أول وزارة التربية والتعليم والطلبة والطالبات.